نحن تحت أمرك عزمي بيك، شور علينا ونحن بخدمتك. يا فؤاد أفندي، أنا جاي لعندك لحتى أنت اللي تشور علي. خلص، من بكرة كل من إله سوابق بالحارات اللي حوالينا منجيبه ومنحقق معه، إلا ما يقر له شي واحد ويدلنا على هالواطي. هدول كلهم بيعرفوا بعضه. هذا الواطي لازم يلتقى، وإلا بكرة الزعران بيتمادوا، والشي مو حلو لا بحق الكركون ولا بحق سمعته. طمن عزمي بيك، من ناحيتي وناحية الكركون ما رح نقصر منه. بدنا همتك الله يرضى عليك. تأمر أمر عزمي بيك. وانت يا بحسن؟ نعم سيدي. فتح لي عيونك منيح. حاضر سيدي، بأمرك أنا وأمر عزمي بيك. حاضر. يلا، السلام عليكم. وعليكم السلام، الله معك. تحياتي سيدي. الله معكم. يا منيح منيح انك خبرت مثقف وبتقرا كتب. شايف قدامي هيك عم يجذب قدامك خاف مثل القصب. ابو العاص، لك شايف هالسحالي هاي الملحوشه مع جنب؟ شو بها؟ بيعرفوا بيفهموا يحكوا اكثر منك، بس ما له لسان يحكوا. لك شو بدهم يحكوا؟ الكتب والشعر والروايات تبعك؟ هدول السحالي حاملين القوي والضعيف، الكبير والصغير، الفقير والغني، لك العاطل والشريف، اكيد بيدور احاديث بيناتهم، احاديث مهمه بس انت ما بتعرف. لك يا مزوز يا مزوز، قبل شوي اكل قتلي حشكو لبك، يعني عندك لسه نفس تتفلسف؟ بحظي انك مجنون. انا مجنون؟ ايه مجنون، شو بدهم يحكوا؟ بيقولوا لك يا ما عملته، يا ما خربته وأذيته، لك يا ما نميته وحكيته، يا ما نسيته، وهلأ تذكرته إنكم رايحين بالزلط على دفة ملفوفين بلفة، رايحين لا قرني لا فيها لا شباك ولا باب، وراح ينفتح لكم دفاتر الحساب. لك ولا مروان، أنت كل ما بتيجي لهان بتكرهني حياتي ومصلحتي. خلاص انا موقفيني جنان، موقفيني الجنان تبعك. هذا الحمد لله عندك منه كثير. شو هذا اللي عندي منه؟ هلا شو الفرق بين العاقل والمجنون؟ هو الفرق بيني وبينك. مظبوط، انا بعرف مين انا، بس انت ما بتعرف مين بتكون، مشان هيك انت واحد مجنون. خاطرك. الله معك، مع السلامه. ديف بالك على حالك. ولا تتفلسف كثير مع الناس، بلا ما تكون لك شو شبرية. ايوه. لا تنسى تغيرها، غير الجرح. حط له زيت قبل ما تشدها على بكره. ليش هيك عم يصير معنا لهلا؟ أنا عم بغلط بحق حدا، مالي منتبه. ابن عمي، أنت عم تعمل اللي عليك وأكثر، شو بدك تعمل أكثر من هيك؟ الله يهدي البال. آمين. طعمته صعبة يا نهلا. كرمالي ابن عمي. أبو شريف، مالك قدران تنام تقبرني؟ مالي قدران نام، بالي مشغول على شريف، كل ما غاب برجع لنا مشكلة. هلا ما بتلاقيه إلا إجا، ادعي له الله يحميه ويهديه. الله يهديه. Thank you.
الدنيا صارت بعد نص الليل، وين كنت؟ شو شايفني ببوب الاندال حتى عم تسألني كل الأسئلة؟ لك انت ما بتستحي على حالك قدام الخلق داير عطال بطال؟ والله لما بلاقي شغل مثل العالم والناس بشتغل، غير هيك ما عندي. هلا الخلق كله يلي عم تشتغل، مو عاجبك شغلك اخا يعني؟ لا بس انا غير، شعري من راسي وحبلي على ظهري. غير شو؟ لك اللي غير شو؟ لك انت ابن عبده العربجي يلي من ورا عربيته صار طولك هالقد، لك عم تفهم؟ يا ابن استهدي بالله مش عارف انت بده يوقع هذا، ابدا استهدي بالله. وانت شو عم تعملي هون؟ روح ابري على غرفتك. حسبي الله ونعم الوكيل. اروح عند التاني لحق شغلك على بابية. وانت شو؟ كان يابي معقول ادرى من الناس وما ادرى منا؟ وبدك يعني خبرك بعد ما ترجع بالليل مشان تنططي على الاساطير؟ لكن ادرى من ابو عجيب الفران احسن، صار يضحك علي. لا وقتاري شو كلامه جد؟ لانك من هيك شو بيقني الاخ؟ بيقني بالله ما نقدر يا. والله العظيم لو كنت هون ما بتركها للابن الحرام غير لقلقطه. بس راحت على القهوه وما شفتك. شلون ما شفتني؟ ما شفتك. رحت على القهوة وشفت عزمي بيه وندهت له وما انتبهت لك. يا بي انت على اي قهوة رحت؟ ايوه. ليش في غير قهوة ابو دياب عندنا هون بالحارة؟ لا يا بي بس انا ما كنت بقهوة ابو دياب. ليش في عندنا هون قهوة تانية؟ هي مو بالحارة، بالعمارة. سمعتي؟ بالعمارة. وشو عم تعمل بالعمارة؟ يا بي يعني واحد صاحبي عزمني على كاسة شاي. صاحبة؟ قلت لي صاحبة. بدي اتعرف عليه لهذا صاحبه. ايه يا بي ايه. شكله اجى عمي ابرعد. لك اخ اخ من هالولد راح يجنني. انت طول بالك عليه شوي كمان. لك شو صار عندكم بالحارة رجال تراكم معبيين الحارة وعم يعفطوا بالشباب؟ اخ والله يا عمي ابرعد، امبارح بالليل نازل حرامي على بيت عزمي بيك. شو هالحكي هاد؟ اي والله يا ابرعد هذا اللي صار. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لك سيدي الحمد لله على كل شيء، تقديرات ربك. خلونا نخلص شغل على بكير، انا رايح جيب التبنية. والله عزمي بيك ما بيستاهل ينضرب بوردة. اي والله أنا حفوت الحصان لجوا وأعمل له فطور مرتب. الله يرضى عليك يا جواد. ابن عمي بردت قهوتك. مالي نفس اشرب شيء. الله لا يوفقه اللي شاغل بالك. إلا ما أعرفه. وساعتها واللي خلق الخلايق ما في حدا بيتشفع له. شو هالأصوات؟ ها؟
هذا أبراد بيكون شايب المونة. ليش شايبها بكير؟ هو بيطلع بالليل من المليحة لأنه المشوار طويل وما بده يمشي تحت طاقة الشغل. الله يكون بعونه وبعوننا. نعمي، إذا مو جاي عبالك قهوة، أعمل لك شي تاني؟ تركيني لحالي.